السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف ازاي نتعرف على مفتاح التفعيل الخاص بويندوز 11 والاحتفاظ بيه. نبتدي اول حاجة بتحميل برنامج شو كي بلس. طبعا البرنامج ده من خلاله هنعرف مفتاح التفعيل الخاص بالويندوز، وطبعا رابط تحميله هتلاقوه في الوصف، واول لما تدوسوا على الرابط هيدخلكم على مايكروسوفت ستور بس من خلال المتصفح. فانت هتدوس هنا على جيت، بعدين هتجيلك الرسالة دي وبيقولك انه عايز ينقلك لمايكروسوفت ستور نفسه، فانت هتدوس هنا على اوبن وهتلاقيه انه نقلك على مايكروسوفت ستور، ويفتح لك البرنامج عادي في مايكروسوفت ستور. فانت هتدوس هنا على انستول عشان يبدأ انه ينزل معاك البرنامج، وهنا هو دلوقتي بدأ انه ينزل معايا البرنامج، فانت سيبه لحد ما يخلص التحميل. بعدين بعد ما خلص تحميل هتلاقيه جاب لك هنا اوبن، فانت هتدوس على اوبن ويبدا انه يشغل معاك البرنامج. بعدين هيفتح معاك البرنامج ودي الواجهه الرئيسيه بتاعته، وهنا جايب لك شويه معلومات عن الويندوز. فهنا في انستولد كي هتلاقي السيريال الخاص بالويندوز. دلوقتي مثلا لو انت عايز تحتفظ بيه هتروح على البحث، بعدين هتبحث على سنيبنج تول، بعدين هتدوس عليها، بعدين هتدوس هنا على نيو، وتبدا بقى انك تاخد الجزء اللي فيه السيريال، وهيجيب لك الصوره اللي التقطها من البرنامج. فانت هتدوس هنا على علامه السيف دي، بعدين شوف انت عايز تحفظه فين بالظبط، يعني شوف المكان اللي انت عايزه، بعدين بتدوس على سيف، وهتلاقي ان الصوره بقت موجوده معاك من غير اي مشكله، ويبقى كده انت عرفت السيريال واحتفظت بيه. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا مع بعض ازاي نعرف مفتاح التفعيل الخاص بويندوز 11 بسهولة. لو اي حد عنده سؤال يكتبه تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله هرد عليه في اقرب وقت. سلام عليكم.